إلى خبر آخر، ارتفع حجم الطلب على العصائر في العقبة خلال شهر رمضان، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعا، كما تشتهر موائد أهالي المدينة السياحية بعصائر عدة تزين الموائد وتطفئ الظمأ. التفاصيل في التقرير التالي. تشهد محلات بيع العصائر في العقبة خلال شهر رمضان المبارك إقبالا كثيفا وتزاحما كبيرين من المواطنين، خاصة قبيل ساعات من موعد الإفطار لشراء حاجياتهم من العصائر. التمر الهندي وقصب السكر يحتلان المرتبة الأولى على المائدة العقباوية، خصوصا في شهر رمضان المبارك. عادة جو رمضان إجمالا بده عصائر وبده منش يعني أشياء مرطبات، فيعني صار زي طقس وعرف عند الناس انه قبل ساعة الفطور تنزل الناس وتشتري عصير وصارت كعادي يعني. أول شيء بتستفاد منه اللي هو العرق السوس. العرق السوس مفيد جدا للصحة أولا، للمعدة، للقولون. بالعقبة الجو حار، وبعدين حتى في رمضان جسم البني آدم بيطلب العصائر أكثر من الأيام الطبيعية. من أهم الأشياء اللي بتنحط على وجبة الفطار. وفي منه العصير، في منه عندك عرق السوس، الاشياء اللي بتتميز فيها العقبه عرق السوس، وعندك الليمون والبرتقال والتمر الهندي والشمام، هذول من اهم الاشياء اللي بتلاقي عليهم طلب. حجم الطلب ارتفع بشكل لافت على العصائر، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المدينة هذه الأيام. ففي شهر رمضان المبارك يحتل العصير والمثلجات على رأس المائدة الرمضانية لسكان المدينة السياحية في كل أيام الشهر.